ندين ونشجب ونستنكر استضافة وفدا إسرائيليا بأرضنا الطاهرة بالبحرين تحت عنوان رواد الأعمال. فنحن ندين مؤتمر تمكين ولا مكان لليهود والصهاينة في أرضنا الطاهرة والحبيبة في البحرين. هذه القرارات تعبر عن بلوغ السلطة في البحرين إلى قمة الدناءة والانحطاط. ففي بداية انحراف السلطة، أي سلطتين، تكون العلاقات سرية ومخفية، ولكن إذا بلغت السلطة إلى قمة الحضيض والخسة فإنها تتجاهر، وعند تجاهرها ومواجهتها لإرادة شعبها تكون بداية سقوطها. هذه سنة الحياة.